قبض اوقاتكم مشاهدينا ولا بكم في لايف ونناقش فيه اليوم. استمرار الاشتباكات في العاصمة طرابلس للأسبوع الثالث والسيسي يحتضن قمة حول ليبيا. أهلا بكم في لايف. أعلن الجيش الوطني إسقاط طائرة تتبع لحكومة الوفاق كانت تحاول شن غارات جوية على قاعدة الجفرة صباح اليوم. المكتب الإعلامي للناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري قال إن المضادات الأرضية في القاعدة تمكنت من إصابة الطائرة التي كانت من بين ثلاث طائرات فرت اثنتين منها، مبينا أن عمليات البحث جارية عن الطائرة والطيار. ومن جانبه نفى الناطق باسم قوات الوفاق العقيد طيار محمد جنونو إسقاط أي طائرة تتبع لهم، مؤكدا أن مقاتلاتهم لم تنفذ أي طلعات جوية اليوم الثلاثاء. إلى ذلك، كشف أمير المنطقة العسكرية الغربية اللواء إدريس مادي في تصريح خاص لميتان 18 تحرك قوات تابعة للقيادة العامة للجيش الوطني مساء الاثنين للمشاركة في العمليات القتالية بالعاصمة طرابلس. اللواء مادي أكد أن تحرك القوات أمر روتيني وهو يتعلق بالمنطقة العسكرية الغربية ودعمها للجهود الحربية حسب تعبيره، مؤكدا أن مسألة المشاركة أو المشاركة في المحاور أو التوجه إلى المعسكرات هو رهن بأوامر السلطات السياسية والأمنية لتأمين العاصمة أو ما يصدر من أوامر على مستوى القيادة. القوى التي تحدث عليها مادي تشارك بعد أن أكملت تجهيزاتها مع قوات الجيش المنتشرة في محاور أو المحاور السبعة حول مدينة طرابلس. تتابع. ما يزال الاصطفاف مستمرا في حرب طرابلس التي أطلقها الجيش ضد مجموعات الوفاق التي يصفها المسماري بالإرهابية. اليوم يتجه رتل مسلح قوامه 140 آلية من الزنتان إلى مدينة غريان للالتحاق بغرفة العمليات برئاسة عبد السلام الحاسي تمهيدا لنزولها إلى محاور القتال السبعة. القوات التي تجهزت خلال الأيام الماضية سلكت طريقين، الأول هو طريق شنطيرة والثاني شرق مدينة الرياينة من أجل تفادي التصادم مع المجموعة التي تتبع أسامة الجويلي في خطوة حكيمة يقول مراقبون. مصادر خاصة لميتان 18 أفادت بأن الحركة جامدة في المعسكر التابع لقوة الوفاق، يضاف إليه اصطفاف اجتماعي مع القيادة العامة للجيش الوطني يترجم اليوم عمليا في هذا التقدم. محور ثامن سوف يفتح بحسب ما أفاد المسماري قبل أيام، قد تكون لهذه القوة نصيب الأسد فيه لتحقيق مكسب على الأرض، وربما تكون وجهة هذه القوة إلى العزيزية لدعم القوات هناك لضمان التقدم بعد الجمود الذي أصابه. ما أن انطلقت الأرتال حتى بدأ المدونون بتناول الخبر وبدأت التكهنات والقراءات تكثر، إحداها تفيد بأن نزول القوة سوف يضمن تحييد قوات تتبع المجلس الرئاسي تتمركز في محور العزيزية، وهو ما قد يسهل مهمة الجيش ويجنب دما قد يراق وأرواحا قد تزهق. نقلت جريدة نوتيزي جيوبوليتيك الإيطالية عن شهود عيان في طرابلس مشاركة عناصر من أنصار الشريعة انضموا للقتال في طرابلس ضد قوات الجيش الوطني. أشارت الجريدة إلى أن مقاتلين من قوة حماية طرابلس لم يعودوا يشاركون في الجبهات بسبب انضمام من وصفوهم بالإرهابيين من أنصار الشريعة الذين قتلوهم لسنوات، وأطلق سراحهم الآن للقتال ضد حفتر، مضيفين أنهم حتى لو انتصروا على الجيش فإنهم سيتواجهون مرة أخرى معهم حسب وصفهم. وأشارت الجريدة إلى أن هذه الاعترافات تؤكد الإدانات التي وجهتها الصحافة الدولية للإرهابيين المشاركين في العمليات العسكرية في طرابلس لصالح القوات التابعة للوفاق. للوقوف حول آخر التطورات في العاصمة طرابلس على الصعيد الإنساني وأيضا العسكري انضم معنا من العاصمة الصحفي محمد الحرابي. محمد أهلا بك معنا في لايف وأشكرك مجددا لقبول هذه الدعوة. ضعنا في آخر التفاصيل لديك، ماذا يجري اليوم في العاصمة طرابلس وكل المحاور؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضرتك ولكل متتبعي 218. نعم محمد. بالنسبة لمحاور القتال شهدت نوع من الهدوء النسبي بداية من 24 ساعة الماضية، وخاصة بالمحاور التي كانت تشهد اشتباكات عنيفة كوادي ربيع وأيضا
محور عين ضارب والمناطق المحيطة بها، ولكن هناك حركة مريبة للآليات العسكرية مجهزة بأسلحة ثقيلة على طول الشريط الساحلي الممتد من شرق العاصمة ليبيا طرابلس ونواحيها الشرقية وفي اتجاه العاصمة. شاهدنا أو شاهدت المواطن هنا في طرابلس العديد من الآليات دوري خلال أو طوال اليوم تمر اتباعا باتجاه العاصمة طرابلس. بالنسبة للأوضاع الإنسانية تستمر حركة النزوح باتجاه خارج العاصمة طرابلس. بإمكاننا أن نقول أن طوق العاصمة بدأ خالي من المواطنين أو من السكان، وخاصة تلك المنطقة التي شهدت اشتباكات عنيفة على الأقل الأسبوع الماضي. أيضا بحسب الإحصائيات المتوفرة لدي بلغ عدد القتلى حتى الآن 247 قتيلا، بالإضافة إلى 1145 جريحا حالاتهم متفاوتة. أغلب المدن المحيطة بالعاصمة طرابلس أعلنت تشكيل لجان مهامها استقبال العائلات النازحة من العاصمة طرابلس وتزويدها بما ينقصها من مواد غذائية وأغطية وأدوية وغير ذلك. نعم، فيما يخص الوضع الإنساني وملف نزوح العائلات من مناطق الاشتباكات، هل لديك أعداد معينة وما هي المناطق التي نزحت إليها هذه العائلات أو لربما حتى مواقع محددة لاتجاه العائلات لها كمكان آمن في هذه المرحلة؟ يصعب تحديد أعداد العائلات التي نزحت من طوق العاصمة لأن الأعداد فعلا كبيرة جدا. نحن نتحدث عن آلاف العائلات، هناك ما يزيد عن 300 عائلة اتجهت إلى منطقة الجرابولي وهي منطقة الضاحية الشرقية لعاصمة طرابلس وتم استقبالها هناك. تم استقبال ما يزيد عن 800 عائلة بمدينة دربونة جنوبي العاصمة، أيضا وصل ما يزيد عن 400 وكثر لمدينة بنوليد لقبائل ورفلة، وأيضا مدينة أطليطن استقبلت ما يزيد عن 600 عائلة نازحة. مدينة الخمس أيضا شهدت استقبال ما يزيد عن 140 عائلة. هذه الأرقام وردتني من رؤساء لجان الأزمات التي تم تشكيلها بهذه المناطق المذكورة، ولكن يبقى العدد الحقيقي يفوق هذه الأعداد لأننا نتحدث عن أسر لم تتجه إلى هذه اللجان المكلفة بإغاثة النازحين واستغنت عن ذلك بالذهاب إلى أحد أقرباء أو مثلا استقبلها أحد المواطنين بعيدا عن لجان الأزمات. نعم، بإمكاننا أن نقول أن مناطق وادي أربيع وأيضا عين ضار وخاصة عين ضار الجنوبي وأيضا منطقة خلة الفرجان وقسواني بني آدم، هذه المناطق أصبحت شبه خالية من أهلها، وخاصة بعد الثلاثة أيام الماضية التي كانت شهدت اشتباكات عنيفة جدا، مما اضطر الأهالي إلى الفرار دون تأخير من منازلهم. طيب، هناك تقرير لجريدة نوتيزي جيوبوليتيكو الإيطالية عن الصحفية فانيسا توماسني نقلت عن شهود عيان من عناصر أو من عناصر منضمين تحت قوة حماية طرابلس، تحدثوا عن أن هناك عناصر من أنصار الشريعة يقاتلون الآن في محاور طرابلس، هل لديك أي معلومات حول هذا الملف محمد؟ هذا الأمر يحتاج زميلي سليمان لتحقيق، ولكن هذا الأمر أيضا ليس نحن نعلم أن بعد الاشتباكات التي دارت عموم البلاد وفي مواجهة التنظيمات المتشددة والتنظيمات ذات الأديولوجية المتطرفة
سواء في مدينة بنغازي شرقي البلاد وأيضا مدينة درنة ومدينة صفراتة وغيرها من مواجهات التنظيمات المتطرفة. نحن نعلم أن أغلب هذه التنظيمات اضطرت للاتجاه إلى طرابلس أو محيط طرابلس فرارا من تلك المواجهات، والدليل على ذلك بإمكاننا أن نستشهد ببعض الأحداث التي دارت في العاصمة طرابلس كتفجير السفارات كالسفارة الفرنسية والسفارة الإيرانية والسفارة المصرية وغيرها من السفارات، وتفجير المفوضية العليا للانتخابات والتفجير الأخير بوزارة الخارجية. هذا غير هدم العديد من المواقع الأثرية بالعاصمة طرابلس، وهو الديدة المشترك بين كل الجماعات المتشددة والمتطرفة. فقط طرابلس العديد من الأماكن الأثرية التي تم هدمها وطمسها من قبل هؤلاء من أصحاب الأفكار المتشددة. نعم، محمد الحرابي الصحفي من العاصمة طرابلس، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم وعلى كل هذه المعلومات التي أضفتها في برنامج لايف. شكرا لك محمد. نكمل باقي البرنامج مشاهدينا، ومن القاهرة حيث انطلقت ظهر اليوم القمة التي عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاجتماعين على مستوى القمة الأفريقية للتباحث حول الشانين الليبي والسوداني. بيان صدر عن الخارجية المصرية ذكر أنه من المقرر أن يستضيف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي لهذه السنة قمة تشاورية بمشاركة رؤساء كل من تشاد وجيبوتي ورواندا والكونغو والصومال وجنوب أفريقيا، فضلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي. وأضاف البيان أن السيسي سيستضيف اجتماع قمة ترويكا ورئاسة لجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي بمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيسا للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي، فضلا عن رئيس المفوضية الأفريقية لمناقشة آخر التطورات على الساحة الليبية وسبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية في ليبيا والقضاء على الإرهاب حسب البيان. للحديث حول هذه القمة واجتماع القاهرة اليوم ينضم معنا سفير السابق في الصومال لليبيا عيسى عاشور، وأيضا السيد أحمد عطا المحلل السياسي المصري. أهلا بكما ضيفي العزيزين، وأبدأ معك سيد عيسى. يعني هذه القمة بعد 3 أسابيع من الاشتباكات في طرابلس، ماذا يمكن أن يضيف اجتماع السيسي مع القادة الأفريقيين اليوم لما يجري في طرابلس؟ شكرا على الاستضافة. وطبعا القمة التي تعقد اليوم في القاهرة بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا تعطي أهمية كبيرة جدا، وستناقش في هذه القمة ملفين، هي ملف السودان والتغيير الذي حصل في السودان ورئاسة المجلس العسكري السوداني والملف الليبي. طبعا أهمية القمة أن تأتي أهمية القمة في إطار أن الرئيس المصري هو رئيس رئيس الاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا عضو في مجلس الأمن، ونظرا لأهمية الملفين فطبعا لأن أولا يشعر الاتحاد الأفريقي بأن الملفات الأفريقية والأزمات الأفريقية التي تحدث في القارة تخرج من تحت سيطرته أو من بين يديه إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم. وطبعا هذا يعتبر شيء من التدخل في الشؤون الداخلية للقارة والاتحاد الأفريقي باعتباره هو المؤسسة التي يعني منبثقة من القارة الأفريقية. الملف السوداني طبعا جاي بعد يعني مظاهرات واعتصامات من شهر ديسمبر الماضي، وعلى أثرها تم تدخل الجيش وتم القبض على الرئيس السابق البشير وإيداعه السجن، ولازال الحوار يعني متعثر بين المتظاهرين والمجلس العسكري. المتظاهرين يطالبون بحكومة مدنية أو بمجلس رئاسة الدولة مدني، والعسكريين لازالوا يقولون بأن كل مرة يعني يصدروا بعض القرارات اللي هي لا تشفي الغليل وهي تأتي في إطار يعني كسب الوقت. فطبعا أهمية السودان أهمية كبيرة جدا، أولا هي تحد دول أفريقية وتحد دول زي مصر وزي ليبيا وزي رواندا وغيرها من الدول الأفريقية. الآخر أهمية السودان دولة غنية وهي أزمة تمر بأزمة اقتصادية حادة
ولذلك أشعر الاتحاد الإفريقي مسؤولية أن يتدخل في الملف السوداني بالرغم من زيارة اليومين الماضيين زار طيب. مفوض الاتحاد الإفريقي زار المجلس العسكري نعم. وتحدث معهم حول الديمقراطية وحول والإصلاح حول إلى حكومة مدنية. نعم سيد عاشور نعم أعذرني على المقاطعة ولكن فقط يعني للعودة إلى الملف الليبي في هذه القمة مرة أخرى، وهذه القمة وهذا الاجتماع كما سألتك في البداية ما الذي سيضيف لما يجري في طرابلس، وفي ذات الوقت إذا لم يتمكن المجتمع الدولي ومجلس الأمن من اتخاذ موقف واضح حول ليبيا كيف يمكن للدول الأفريقية اتخاذ موقف واضح لما يجري في طرابلس، وهل يعني هل سيكون مؤثر أم لا؟ رأينا القمة العربية السابقة، هل ستكون هذه القمة مختلفة أم لا؟ وإذا أردت رأيي الشخصي وقلته في كثير ربما حتى في قناة المفضلة في أثناء اجتماعات القمة في العربية في تونس، أننا القمم العربية ولا الجامعة العربية ولا الاتحاد الأفريقي ولا منظمة الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن يعمل شيء. كثير من الليبيين يجهلون بأن المشكلة عندهم والحل لديهم، الحل الأزمة الليبية بيد الليبيين ليس بيد المجتمع الدولي، ونحن رأينا المجتمع الدولي في 2014 كيف تدخل بكل قوة بالناس ودمر البنية التحتية والآلة العسكرية الليبية وخلانا حفاة عراة وخرج ولم يعد، واستمرت الأزمة في ليبيا 8 سنوات دون تدخل يعني حاسم لهذه، بل تدخلت أطراف خارجية منها عربية ومنها تركية ومنها غيرها وأوروبية في الأزمة الليبية وزادت النار اشتعالا. لكن طيب. نحن نتأمل من الاتحاد الأفريقي لاعتبار ليبيا من الدول المؤسسة الأولى للاتحاد الأفريقي ويعرف الجميع ذلك وكان لها دور بارز في الاتحاد الأفريقي، نتوقع من الاتحاد الأفريقي يا أما تدخل لحل سلمي وهذا اللي نحن نتمناه أو يعني اتخاذ إجراء يعني يكون حاسم وقرارات حاسمة ليست مثل قرارات الجامعة العربية القلق وبشدة والتضاوم الكلام هذا الزائد اللي هو ملينا منه يعني. نعم. حتى مندوب الجامعة العربية في ليبيا اكتفى بالإقامة في مصر وبالالتقاء بعض الليبيين اللي مروا يعني ترانزيت ولا سياحة في مصر، ونسمع فيه أنه يصرح بما فيه المندوب الأممي مندوب ممثل الأمين العام. حقيقة نحن ملينا من الخزعبلات، يجب الليبيين يأخذوا عظة ويجب ينظروا الأمام ويقدروا مسؤولية طيب. الأجيال القادمة. نعم سيد عيسى، أبقى معي سيد عيسى واسمح لي أن أرحب من جديد بالسيد أحمد عطا المحلل السياسي المصري. سيد أحمد أهلا بك معنا من جديد في لايف. ما هو المتوقع، ما هو البيان الختامي المتوقع من قمة اليوم، قمة القاهرة والاجتماع الذي دعا إليه السيسي؟ ولكن فقط تعقيب قبل ذلك، الكلمة الافتتاحية عفوا للرئيس السيسي اليوم لم يتحدث فيها عن ليبيا أبدا، بالرغم من أن بيان الخارجية ذكر أن الملفين الرئيسيين هما السودان وليبيا، ولكن كلمة السيسي الافتتاحية لم يتحدث عن ليبيا أبدا. ما سبب ذلك وما المتوقع في البيان الختامي؟ ربما تكون هذه القمة التشاورية هي اختبار حقيقي للاتحاد الأفريقي الذي يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأن هناك تدافع وتشابه بين الملف الليبي والملف السوداني، بل أنا أعتبر أن الملف السوداني أسهل بكثير في التعامل معه بالمقارنة بالملف الليبي. الوضع داخل السودان وضع يدعو إلى التحرك والتنسيق مع لحكومة انتقالية، وكما تصدر التصريح منذ قليل بأن هناك حكومة انتقالية سوف يتم تشكيلها خلال 3 أشهر والتشاور مع كافة الأطراف مع المجلس العسكري الحالي برئاسة البرهان. ولكن الوضع داخل السودان وضع استثنائي وليس وضع يدعو إلى التشاور، لأن الشعب السوداني أراد أن ينتقل أو يتحرك بعزل الرئيس عمر البشير كما حسب التفسيرات السياسية الدولية هو انتقال ناعم أو عزل ناعم، ليس هناك صدام أو ثورات كما يدعي البعض أو كما يشار إليها بالمثل كما حدث في الربيع العربي. الوضع داخل السودان يعلم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا أن كان هناك مقابلة مع رئيس الأمن والاستخبارات السوداني قبل 24 ساعة
من هذه القمه التي عقدت اليوم. فالملف السوداني اعتبره ملف اكثر سهوله او اكثر تناغم بالنسبه للاتحاد الافريقي. اما فيما يخص الشان الليبي ربما يكون هناك مستجدات تتعلق بالوضع داخل ليبيا، وخاصه ان هناك ما يعرف به الحرب بالوكالة تنفذها ميليشيات، مجموعة ضخمة من الميليشيات تتلقى تعليمات من أجهزة استخباراتية عربية وتلقى تدريبات خارج الحدود الليبية لاستهداف الجيش العظيم الجيش الوطني الليبي برئاسة المشير حفتر. فالوضع الليبي يحتاج قمة منفردة، بل ليست قمة أفريقية ولكن قمة أفريقية في حضور قيادات دولية، لأن الملف الليبي هو الأصعب. الملف الليبي يحتاج إلى تشاور أفريقي عربي دولي، نظرا لتزايد الدور الفاعل للميليشيات التكفيرية المسلحة التي تلعب دورا فيما يسمى بريكس وور، الحرب بالوكالة. فليس هناك ما يدعو إلى التشاؤم نظرا لعدم تصدر فيما يخص الملف الليبي في هذه القمة التشاورية التي تحدث الآن. نعم، السؤال الأبرز هو على ماذا سيتشاورون إذا أن المجتمع الدولي لم يستطع اتخاذ موقف واضح حول ليبيا؟ مجلس الأمن كذلك، إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، روسيا وأمريكا يتصارعان حول هذا الملف أيضا. كيف يمكن لهذه القمة الأفريقية المصغرة أن تخرج بشيء موحد حول ليبيا؟ وكيف يمكن أن يكون مؤثر ما سيخرج أو ما سيخرج منه القادة الأفارقة حول ليبيا في هذه القمة؟ هذا هو السؤال المهم والأبرز، يعني ما هي النتيجة من هذه القمة؟ إذا كان هناك اتجاه أو تكليف لدور تتحرك من خلاله القمة الأفريقية الحالية، فلابد أن يكون التكليف اتجاه ما يوجه الميليشيات داخل طرابلس وداخل المشهد الليبي. قبل قليل حصلت على معلومات أن ميليشيات تابعة للفايز السراج قد قامت بخطف أحد المسؤولين العسكريين من مكتبه. هذا يدعو إلى التشاؤم، وهذا يدعو إلى وضع السيد فايز السراج المدعوم، ليس مدعوم بشرعية دولية ولكن مدعوم بميليشيات تكفيرية مسلحة، بعضها يعود إلى تصنيف جنائي والبعض الآخر تصنيف تكفيري مسلح. فإذا كان الحل يبدأ من اتجاه فايز السراج وليس من اتجاه المشير خليفة حفتر الذي يسعى لتأسيس الاستقرار والقضاء على هذه التوليفة المتنوعة من الميليشيات المختلفة. ولكن دعني أنفرد بطبق لك، كنت منذ عدة أيام على أحد القنوات العربية وقد حصلت على معلومات بأن إخوان مصراتة وعدد من الجماعات الميليشيات قد عقدوا اجتماعا وأنهم في طريقهم للإطاحة بهذه الحكومة وعدم الاقتناع بالسيد فايز السراج، بل تنصيب القوي خلال الأيام القادمة. حتى فايز السراج أصبح بالنسبة لهذه الميليشيات يحقق لهم طموحات، فربما يتم الإطاحة به لأن هناك طموحات أكبر ودور تلعبها هذه الميليشيات، وهذا لابد أن ينتبه له قادة القمة الأفريقية بل قيادات المجتمع الدولي في هذه الفترة. نعم، اسمح لي أن أعود بجديد للسيد عيسى عاشور. سيد عيسى، إذا ما تحدثنا عن احتمالية وجود حل دبلوماسي وحل سياسي سلمي بعيدا عن الحرب التي تشهدها طرابلس في هذه المرحلة، ما هو المقترح أو ما هي النقاط التي من الممكن أن ينتج عنها حل دبلوماسي سياسي في هذا الوقت بعد 3 أسابيع من الاشتباكات في محاور طرابلس؟ شوف يا أخي العزيز، أنا أقول لك وجهة نظري الشخصية، وأنا أعلنتها أكثر من مرة في أكثر من منبر إعلام. ما يسمى بالمجتمع الدولي يعني لا توجد أي جدوى لأي شعب في العالم، لم تقدم الأمم المتحدة منذ تأسيسها حل لأي أزمة، وتحدى أي أستاذ في القانون الدولي أو دبلوماسي أو سياسي يقول لي قدمت الأمم المتحدة لا شيء. الأمم شيء يذكر في صالح شعوب الأرض وما تعرض إليه من أزمات ومن اختناقات ومن مشاكل دامية،
يعني الأمم المتحدة حتى الهيكلية متاعها هي تنفق في أموال طائلة جدا 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 مقابل لا شيء من المردود. ونحن عندنا تجربة في ليبيا من تبادل ممثلي الأمين العام والممثل الأمم المتحدة في ليبيا، ماذا يقدم؟ القلق والإشادة والكلام زي. أنا غير متوقع شيء، ولكن أنا أعتقد بالنسبة للاتحاد الأفريقي أعتقد شخصيا أنه سيشكل لجنة مثل ما شكل لجنة في بداية الأزمة في 2011 يعني تقوم بجولات سواء مع دول الطوق أو مجلس الأمن وكذلك الأطراف في ليبيا لإمكانية حلحلة الأزمة وإيجاد حل يعني يرضي الأطراف، رغم أنني يعني شخصيا لا أميل لهذا الحل، أصبح صعب جدا وأصبحت الحرب يعني على تخوم طرابلس ويعني تصعب وجود تنازلات أو وجود حل في هذا. فأنا أعتقد هذا هو اللي ممكن يعني ينتج عن اجتماع قمة القاهرة هذا اليوم. نعم. سيد عيسى عاشور السفير الليبي السابق في الصومال والدبلوماسي الليبي، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في لايف اليوم وعلى ما تفضلت به. أعود إليك من جديد سيد أحمد عطا، يعني لربما اليوم هي الحلقة ونركز أيضا على موضوع المواقف الدولية وأيضا دول الجوار. هناك تقارير تشير إلى أن إذا انفلتت الأوضاع في العاصمة طرابلس وطالت أمد الحرب الجارية في مدينة طرابلس، الآن ستؤثر على دول الجوار وستفقد السيطرة فيما يخص ملف الهجرة. ما هو التهديد الذي يواجه مصر، تونس، الجزائر وباقي دول الجوار إذا لم يتم حسم المعركة في طرابلس في القريب العاجل؟ ميليشيات التنويع المختلفة من الميليشيات التكفيرية المسلحة والميليشيات الجنائية التي تعمل لصالح حكومة السيد فايز السراج داخل طرابلس، وعدد من أهمها ميليشيا 42 حرامة، ميليشيا مسلم، كل هذه الميليشيات التي تحمل التي تكلف بأدوار تكفيرية مسلحة وأدوار جنائية، كل هذه الميليشيات تنفذ ما يعرف بخطة المسارات البديلة. دعني أفتح لك وأكشف لك أمام المجتمع الدولي من خلال 218 ليبيا ما هي خطة المسارات البديلة التي تلعبها بمنهجية التوليفة المختلفة من الميليشيات التي تتلقى دعما من وتحويلات من حسابات سريه من بنوك داخل جنوب افريقيا. هذه الحسابات تتبع اجهزه استخباراتيه معلومه عربيه ولذكاتها تركيه حقيقه من خلال وحده من الاموال الداخله داخل جهاز الامن الدوله القطري، حتى لان قطر لا ترغب في وجود الجيش الوطني الليبي ان يلعب دورا داخل المشهد داخل طرابلس. حتى نتحدث صراحه، ولابد ان يعلم المجتمع الدولي سواء كانت فرنسا او امريكا او روسيا او ايطاليا، ليس هناك نيه ممن يدعم هذه الميليشيات ويخطط لها ويقوم بتكليف جماعات عسكريه داخل اراضي افريقيه بتدريب هذه الميليشيات والدفع بها عبر الحدود لتهديد دول الجوار وتنفيذ ما يعرف بالمنصات القاتله من خلال هذه الميليشيات، بل ان الوضع سيتطور الى ما يتحرك المجتمع الدولي بتنسيق كامل ووضع اجنده واضحه المعالم لها املاءات على حكومه فهد السراج التي تحصل على شرعيتها ليس من المجتمع الدولي، ولكن تحصل على شرعيتها من خلال هذه التوليفه من الميليشيات التكفيريه المسلحه. فالأزمة لا تكمن في الصمت الذي يتجه به المجتمع الدولي ومجلس الأمن، ولكن الخطورة في هذه الميليشيات والأجهزة الاستخباراتية. الآن تعلم من يقف خلف هذه الميليشيات، من لا يرغب في وجود الجيش الوطني الليبي العظيم برئاسة الشيخ خليفة حفتر، بل كان هناك مناظرة مع أحد قيادات التنظيم الدولي وهو الدبلوماسي الجزائري بيني وبينه محمد زيتون على قناة النبأ الدولية. نعم. وكان هذا الملف يخص الشأن الليبي، وكانت مناظرة ومكشفة معلومات، ومن وقتها علمت أن التنظيم الدولي له يد طويلة داخل الأراضي الليبية من خلال مسؤولي الإخوة
إخوان في ليبيا وكافة الميليشيات التي تتلقى دعم وتمويلات مختلفة وتدريبات ودعم من أجهزة من أجهزة استخباراتية من تركيا ومن قطر. وحتى لابد أن يواجه السؤال المجتمع الدولي، وحدة الأموال الساخنة لجهاز الأمن الدولة القطري، ما هو الدور المشبوه للواء زياد الإمام الملقب أبو فاس وعلاقاته بهذه التنظيمات التي تتحرك، سواء ميليشيا أبو سليم وميليشيا 42 حرامي وغيرها وميليشيا النواصي، كل هذه الميليشيات من المسؤول عن تحريكها وتفعيلها؟ نعم. هذه الصورة الأكثر عنفا، إذا كان هذا وجود هذه الميليشيات يضمن شرعية كاملة للسياسات الأسرة. شكرا لك سيد أحمد عطا المحلل السياسي المصري، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا نخرج إلى فاصل قصير ومن ثم نكمل باقي حلقة اليوم من لايف، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في لايف. ضمن تطورات الأوضاع في العاصمة طرابلس، انتقد رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج موقف فرنسا تجاه الأحداث الأخيرة في ليبيا، متهما إياها باتخاذ موقف غير واضح وعدم التضامن مع الحكومة بشكل كافي، خاصة وأنها أعلنت دعمها للسراج مسبقا. السراج أضاف في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية أن باريس على الرغم من اعترافها بحكومة الوفاق الوطني فهي تقدم الدعم للمشير حفتر، معتبرا هذا الدعم غير المتوازن من قبل فرنسا، هو ما دفع به نحو قرار الانسحاب من العملية السياسية. السراج أعرب عن إدانة بعض الدول لتقدم قوات حفتر نحو العاصمة، لكنه أشار إلى أن ذلك ليس كافي، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح حول ما يجري في طرابلس. في قراءة لصحيفة آيريش تايمز، اتجهت الصحيفة إلى تحذير من أن تصاعد القتال الدائر في ليبيا يهدد بعواقب وخيمة على الدول المحيطة بها. الصحيفة قالت أيضا أن تصاعد الحرب في العاصمة طرابلس سيهدد جهود السيطرة على تدفق الهجرة الذي توصل المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، وتوصل الاتحاد الأوروبي أيضا لوقف المهاجرين غير القانونيين جنوب الصحراء إلى أوروبا، مضيفة أن الدبلوماسية وحدها قد تمنع من تصاعد هذه الأخطار وأن تصبح أسوأ مما أصبحت عليه الآن. وعلى الصعيد الدولي أيضا، وزارة الخارجية الإيطالية أعلنت عن لقاء سيجمع بين وزير الخارجية الإيطالي ينزو ميلانيزي الأربعاء بالمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة. الوزارة أوضحت أن سلامة وميلانيزي سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب لقائهما حسب ما نقلت عنها وكالة أكي الإيطالية. يشار إلى أن ميلانيزي كان قد بحث الملف الليبي الأسبوع الماضي مع نظير الفرنسي جانيف لودريان، إلى جانب لقائه عدد من المسؤولين الليبيين من حكومة الوفاق خلال زيارات عديدة إلى إيطاليا. حول المواقف الدولية والمجتمع الدولي وأيضا الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، بريطانيا وموسكو، تنضم معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن الصحفية داليا العقيدي. داليا أهلا بك معنا في لايف. يعني لربما البداية عن هذا الموقف المتشابك بين كل الدول الكبرى، فرنسا وإيطاليا من جهة، روسيا وأمريكا من جهة أخرى، وبريطانيا التي حاولت الدخول بمشروع قرار لكنه فشل بسبب أمريكا وروسيا. لأول مرة أمريكا وروسيا تتفقان على شيء. ما الذي يجري في ساحة المجتمع الدولي حول ليبيا؟ وما سبب تدخل الولايات المتحدة المفاجئ في الملف من جديد؟ يعني أولا مساء الخير لك وللمشاهدين الكرام. أولا يعني هذا التغيير واضح في استراتيجية وسياسة واشنطن تجاه ليبيا، بعد أن شاهدنا في بداية هذا الشهر تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو التي قالت أن الولايات المتحدة مع حكومة الوفاق الوطني ومع السلام وضد أي تحركات عسكرية، إلا أن ترامب وبهذه الخطوة بدأ واضحا الشرعية التي يريد ترامب أو يريد البيت الأبيض أن يعطيها للجنرال خليفة حفتر. ترامب أكد أنه هذه نقطة مهمة، أكد لحفتر حتى في هذا الاتصال الهاتفي الذي حدث قبل أيام قليلة أنه ما يقوم به الجنرال حفتر هو جزء من الحرب على الإرهاب، وبالتالي هذه الشرعية التي أعطاها ترامب لحفتر
لما يفعله اليوم في طرابلس. هذا جزء. والجزء الثاني أن روسيا أيضا أبدت استعدادها كما قلت، وهذا بالتأكيد يعني سيكون هناك نوع من التنافس الروسي الأمريكي في حفتر. لا تنسى أن ترامب عندما تحدث مع الجنرال حفتر أكد على أهمية إعادة الأمن والاستقرار إلى المصادر النفطية، وهذا بالتأكيد جزء من اهتمامات واشنطن في ليبيا. أما عن باقي الدول الأوروبية فلا شك أن الدول الأوروبية ممكن أن تغير أيضا أو أن تنتقل إلى الجانب الثاني، أي الجانب جنرال حفتر. هناك دول تستطيع أن تؤثر عليها روسيا، هناك دول تستطيع أن تؤثر عليها الولايات المتحدة، وبالتالي هذه المواقف متأرجحة. وأنت عندك روسيا وعندك أمريكا، وبالتالي إذا هاتان الدولتان سندتا ما يحدث على الأرض في ليبيا فهذا بالتأكيد يعطيها شرعية أقوى من شرعية الدول الأوروبية. لا. طيب من جانب آخر، وحتى يعني في الكونغرس الأمريكي هناك انتقادات واسعة في اتجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن تصريحه وأيضا بيان البيت الأبيض بخصوص المكالمة الهاتفية كان معاكس تماما لما صرح به وزير الدفاع وأيضا وزير الخارجية مايك بومبيو منذ بداية الأحداث، واصفا المشير حفتر وقوات الجيش الوطني بالميليشيات. الآن ترامب غير السياسة، يعني سبب هذه التناقضات، هل هناك سبب واضح لترامب أن يغير سياسته تجاه ليبيا، أو لربما ما قالته نيويورك تايمز قبل أيام بأن ترامب ناذم عن عدم دخوله فيما يجري في ليبيا مبكرا؟ يعني هل ترامب يحاول العودة من جديد إلى الملف الليبي ويحاول دعوة أو الانضمام إلى إيطاليا الآن مع هذه الدعوة والاجتماعات الأخيرة، وأيضا اتصال ترامب بجوزيبي كونتي اليوم؟ يعني كيف ترين كل هذه المعلومات والمعطيات إضافة للمصادر التي لديك في واشنطن؟ دعنا نتحدث عن النقطتين. النقطة الأولى هي تغيير السياسات التي يقوم بها الرئيس ترامب. هذا شاهدناه دائما، يعني إذا كنت تذكر عندما تحدث عن فلسطين، عندما تحدث في تغريدة حول الانسحاب من سوريا، هذا كان دون علم أي أحد، دون علم وزير الخارجية ودون علم وزير الدفاع. وبالتالي احنا اعتدنا من الرئيس ترامب في السنوات الثلاث الماضية أن يصرح أو يتحدث عن سياسة أمريكا الخارجية دون إعلام المسؤولين المعنيين بذلك، فهذا لا شيء جديد بالنسبة لترامب. نعم، الآن اليوم أصبحت ليبيا الضوء أصبح الآن مسلط على ليبيا، وهذا بالتأكيد بعد التحركات التي قام بها الجنرال حفتر، فأصبحت ليبيا عادت إلى الخارطة السياسية الأمريكية وعادت إلى الخارطة السياسية الأوروبية بهذه التحركات وبما يحدث في طرابلس. لا تنسى أيضا أن هناك عدد كبير لا يعتقد من الأمريكيين، من المسؤولين الأمريكيين، يعتقد ويؤمن بأن حكومة الوفاق الوطني تضم عددا من الأعضاء الأخوان المسلمين، وبالتالي هناك مواقف خاصة من قبل الجمهوريين ضد الأخوان المسلمين باعتبارهم يساندوا حركات أصولية كما يقول البيت الأبيض وكما يقول المسؤولون الأمريكيون أن الأخوان المسلمين يؤيدون حماس ويدعمون حماس ويدعمون بعض الحركات التي تسميها الولايات المتحدة بالأصولية أو الإرهابية، وبالتالي هذا موقف. هناك موقف آخر وهو موقف الدول الأوروبية. أولا أوروبا كما قلت ستبدأ شيئا فشيئا بالانجرار إلى الولايات المتحدة، لأنهم بالآخر شئنا أم أبينا الولايات المتحدة هي دولة عظمى وهي تقود قوى كبيرة. لا نستغرب إذا ما ذهب مبعوث إلى الاتحاد الأوروبي أو حدثت مشاورات ومحادثات بين الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا وأيضا في الشرق الأوسط بشكل عام. نعم.
داليا، ضيفك في برنامج يو اس ال على قناة 218 نيوز ديفيد بوليك، الباحث السياسي في معهد واشنطن لدراسات وسياسات الشرق الأدنى، تحدث عن مصادره الخاصة وعن أن يعني في أروقة واشنطن هناك حديث عن أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لتحركات الجيش في طرابلس. ما مدى دقة هذه المعلومات؟ وهل بالفعل واشنطن قامت بإعطاء الضوء الأخضر للمشير حفتر للدخول إلى طرابلس أو لا؟ يعني ديفيد بولك هو سياسي مخضرم وعمل في السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية لسنوات طويلة، وبالتالي مصادره هي مصادر موثوقة. هناك إحساس في أروقة السياسة الأمريكية بأن بالآخر سيكون هناك بلد مستقر إذا ما الجنرال حفتر استطاع الإنهاء على الميليشيات، وباعتبار الميليشيات الموجودة الآن في طرابلس هي ميليشيات إرهابية أو ميليشيات أصولية. فنعم هناك ضوء أخضر، وإلا يعني كما نرى لا يمكن للجنرال حفتر أن يقوم بهذه العمليات وأن يزحف بجيشه إلى طرابلس العاصمة دون الحصول على ضوء أخضر، ليس فقط من الولايات المتحدة وإنما أيضا من دول أخرى تدعي كما قال كولك تدعي بأنها تقف ضد الانقلابات العسكرية وضد التحركات العسكرية لتغيير النظام السياسي. لكن لكل قاعدة استثناء، ويبدو أن ليبيا هي أيضا استثناء. نعم. سؤال أخير لك يا داليا، وهو يعني عن استنتاج لما جرى من مكالمة ترامب وأيضا من تغيير موقف الولايات المتحدة تجاه ليبيا، هل تعتقدين أن واشنطن فقدت الأمل في الحل السياسي والحل الدبلوماسي لما يجري في طرابلس وتحاول دعم الحل العسكري لإنهاء الأزمة التي طالت في ليبيا الآن؟ يعني دعنا نكون صريحين، الولايات المتحدة وباقي الدول وكبار السياسة في واشنطن وفي أوروبا وأيضا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أدركوا أن خطة غسان سلامة خطة لم تنجح، أدركوا بأن الأمم المتحدة لن تستطيع لوحدها أن تفعل أو أن تساعد الليبيين، أدركوا أيضا بأنهم غير قادرين على إيقاف حفتر. فحفتر عندما وصل إلى مناطق عديدة في طرابلس، ماذا يمكن أن يفعل المجتمع الدولي؟ هناك أمر واقع حدث، هل ستقوم طائرات بقصف المدنيين داخل المدن في العاصمة طرابلس؟ هل ستقوم قوات بصدها؟ يعني الجنرال حفتر وضع العالم أجمع على أمام الأمر الواقع، نحن هنا سنحارب الميليشيات، سنسيطر وبعدها سنبني، وهذا ما تحدث به مع ترامب الجنرال حفتر، سنبني مستقبل آمن يسير نحو الديمقراطية، وهذا ما يريد أن يسمعه ترامب، وأيضا هذا ما يريد أن يسمعه بعض الأوروبيين. فلا تستغرب أن خفة درجة الخطاب في ليبيا أو الخطاب الأوروبي في ليبيا ستخف نوعا ما، والولايات المتحدة قادرة على تغيير بعض المواقف السياسية في أوروبا. أما الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فهو واضح، هناك دول تساند ليبيا، وهناك في ليبيا عفوا تساند الجنرال حفتر، وهناك دول تساند حكومة الوفاق الوطني. نعم، زميلة الصحفية داليا العقيدي من العاصمة الأمريكية واشنطن، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا اليوم في لايف، وأشكرك مرة أخرى زميلة داليا. مشاهدينا وصلنا مع زميلة داليا لختام حلقة لايف لهذا اليوم. تذكير فقط يعني لكل الحوار الذي جرى في هذه الحلقة، وبالرغم من كل التضارب في ما يجري والمواقف الدولية، المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة في تصريحات أخيرة لازال يدعو إلى مهمته واستمرار مهمته في ليبيا، ويدعو للحل السلمي في ليبيا، وأن هذا الحل السلمي لازال متاح، ويحاول السعي لتهدئة كافة الأطراف في طرابلس. للمزيد من الأخبار بكل تأكيد يمكنكم زيارة 218tv.net ونشرتنا اللاحقة في هذا اليوم. شكرا لكم للمتابعة مشاهدينا، مني أنا سليمان الباروني، تحية، إلى اللقاء.